البحث الآخر إطلالة على جانب من فقه الإمام العسكري عليه السلام من خلال رواياته في العقود. الباحث الدكتور عادل محمد زيادة من مصر، فليتفضل مشكورا. سيرة مختصرة للباحث يتفضل بها الدكتور يعمر. الأستاذ الدكتور عادل محمد زيادة البهي من جمهورية مصر العربية، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، دكتوراه في العمارة الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة، المشرف العام على المراكز العلمية بالمجلس الأعلى للآثار، شارك في التسجيل المعماري والفني لمعظم الآثار الإسلامية والقبطية بمصر، شارك في تأليف وإعداد 28 كتاباً عن الآثار الإسلامية حتى تاريخه، شارك بالعديد من الأبحاث العلمية والعديد من المؤتمرات والندوات الدولية، نشر له ما يقارب من 50 بحثاً علمياً في مجال التراث والآثار الإسلامية والآثار والحضارة الإسلامية في العديد من المجلات والدوريات العلمية العالمية المحكمة، عضو الهيئة الاستشارية لمجلة تراث كربلاء، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لحمامات الشرق بدمشق، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدولي لدولة السلاجقة بتركيا، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية بأنقرة تركيا. تفضل دكتور. السادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أمامنا بحث أو دراسة بعنوان إطلالة على جانب من فقه الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلال رواياته في العقود. ويعتبر الإمام الحسن العسكري من الشخصيات الفكرية المتميزة على جميع الأصعدة، وقد ظهرت بصماته واضحة من خلال التراث العلمي الثري الذي خلفه لنا، بالإضافة إلى رواياته في العلوم والفقه. وقد ضمن هذه المؤلفات والروايات في إطار علمي أكاديمي تميز بالدقة والرصانة، ولا شك أن مثل هذه المؤلفات والروايات قد احتاجت إلى العقلية القادرة على الإحاطة الواسعة بمثل هذه العلوم، فكان الإمام عليه السلام هو تلك العقلية التي استطاعت أو التي كانت مؤهلة علميا وفكريا وفقهيا لتبوء هذه المكانة. تتناول الدراسة عرض وتحليل للروايات الفقهية في العقود، وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين. يختص المبحث الأول بالسيرة العلمية للإمام من خلال ملامح ومتطلبات عهده عليه السلام، والتي نستشف من خلالها الأدلة الدامغة على علمه وحكمته وفقهه، بينما يتناول المبحث الثاني
عرضا للروايات الفقهية وإيضاح غريبها والبحث في سندها ودراسة دلالاتها ودراسة دلالاتها ودلالات متونها. وينتظم تحت هذا العنوان أي روايات العقود كتاب التجارة والوديعة والوقف والوصية والنكاح، ويختتم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج. إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام رغم حياته التي لا تتجاوز 28 إلا أنه كان أنبه أهل عصره وأفقه فقهاء زمانه، مما دعا أو جعل الخليفة العباسي المتوكل يستدعيه أو يستعين به في كل قضايا الشرعية والفقهية، وهذا يحسب له، وهذا ما أتمنى دائما أن ينظر إليه شباب هذه الأمة ويأخذون عنه ما كان عليه من قوة شخصية ومن علم وحكمة في مثل هذا العمر. علينا جميعا، والكل يعلم من هو الإمام الحسن العسكري وما قدمه للأمة الإسلامية من علوم فقهية واجتماعية وثقافية، كلنا يعلم ما قدمه. ولكن دائما ما أطلب من الشباب، خاصة الشباب، أن يتعمق في داخل الشخصية نفسها، وله أن يفكر ويتدبر كيف توصل هذا الشخص وهذا الإمام طبعا في مثل عمره السابق 28، يعني قبل سن 28 سنة، كيف كان يعيش وما هي ظروف حياته الصعبة التي عاشها. كلنا يعلم ما تعرض له الأئمة جميعا لمضايقات وسجون وتحديد إقامة من جانب السلطة العباسية أو الأموية على حد سواء. أئمة عاشوا في مثل هذه الظروف، وأقصد بالذات الإمام العسكري، هذه الظروف الصعبة حددت إقامته داخل منزله أو بيته في سمراء، منذ انتقل إليها مع والده من المدينة المنورة. يعتبر كان محدد الإقامة، يعني حركاته محددة، وفوق ذلك كانت تستدعيه السلطة منذ، وكان هذا التقليد منذ أيام الإمام الرضا عليه السلام، عندما اتخذت السلطة العباسية قرارا بالسيطرة على الأئمة باستدعائهم يومين من كل أسبوع لحضورهم في البلاط العباسي حتى يكونوا تحت أعين السلطة. ومع ذلك استطاع إمامنا أن يقدم مؤلفاته ورواياته الفقهية وغيرها ومساعداته إلى أتباعه وشيعته من خلال الوكلاء، وطبعا زي ما احنا عارفين هذا الكلام. حرص الإمام العسكري في حياته على تأصيل مرجعية الفقهاء العدول ووجوب الرجوع إليهم في مسائل الشريعة، في معرفة مسائل الشريعة، فكان حرصه على
الرجوع دائما إلى الفقهاء العدول في ذلك الأمر، ووجه أتباعه بالتالي إلى مراجعة الفقهاء، هؤلاء الفقهاء العدول، وتقليدهم وأخذ معالم الدين وأحكامه عنهم، حيث ورد عنه الحديث المشهور: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا هو حديث يحث الشباب ويحث الأمة بأسرها على أخذ أحكام الدين من الفقهاء، وليسوا أي فقهاء الذين حددهم، حدد صفات الفقهاء الذين يجب على المسلمين أخذ أحكام دينهم عنهم، فوصفهم بهذه الصفات التي استمعنا إليها من خلال حديث الإمام. وقد وردت عن الإمام العسكري نصوص فقهية تتوزع على مختلف أبواب الفقه، وهي تناهز 75 نصا كما أحصاها مسند الإمام الحسن. استطاع الإمام عليه السلام من خلالها تغطية مسائل فقهية كثيرة ومتنوعة لم تفد أتباعه وشيعته فحسب، بل أفادت الأمة الإسلامية بأسرها. وقد توزعت روايات الإمام التي وردت عنه على جميع أبواب الفقه الإسلامي، ليست العقود فقط، ولكن على جميع أبواب الفقه الإسلامي، ومن بينها رواياته في العقود التي عرضتها الدراسة، ويبلغ عددها أو عدد الروايات التي وردت في الدراسة التي قمت بها 25 رواية موزعة على عقود التجارة والوديعة والوقف والوصية والنكاح. وقد أشرت بإسهاب دون إسهاب إلى ملامح ومتطلبات عهد الإمام، وهذه المتطلبات والملامح هي الدليل القوي الدامغ على فقه إمام من الأئمة الذين أخذوا بعقلي وقلبي بسبب ما تعمقت معه وداخل شخصيته. من أين جاء بكل هذه العلوم في هذه السن؟ طبعا كلنا نعرف أن الأئمة نالوا علومهم بأسلوب لا يدانيهم فيه أحد، ولكن دائما كما سبق القول أؤكد: أيها الشباب، خذوا القدوة من شاب مثلكم في مثل عمركم، خذوا منه القدوة. لا بد أن تبحثوا، لا بد أن تعلموا وتتعلموا الحكمة، كيف تتعاملون مع الآخرين حتى مع أعدائكم. فكانت له حكمة في التعامل مع السلطة الحاكمة، أي السلطة العباسية، تعامل بحذر ودقة مع السلطة، مع أنها كانت تقوم بمداهمة منزله وسجنه، وقد حدث ذلك عدة مرات. ومع ذلك كان يفرض شخصيته على كل من حوله في بلاط السلطة، وخاصة وكلهم كانوا يعتبروا أعداء له، ومع ذلك يشهد له ألد الأعداء بشخصه دون أن يعلم. وأقصد بذلك الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان
الذي سأله ولده في يوم ما عن الخليفة عن الإمام، فكان رده: الذي لم يعلم أنه سيصلنا في يوم ما. وقال له: يا بني، لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم إلا غيره، ويقصد الإمام العسكري. بيقول له: لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس ما حدش يستحقها غير هذا الإمام. سامعين الشهادة شكلها إيه من عدو؟ طيب ليه يا أبتي؟ لماذا هو بالذات؟ فقال: لفضله وعفافه. شهادة غريبة من عدو، يعرف قيمة الشخص الذي أمامه فيقول: لفضله وعفافه وزهده وعبادته، تقوى وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. شكرا للدكتور عادل محمد زيادة من مصر على هذا المستخلص للبحث. نفتح باب التحاور والنقاش، من يحب المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أرحب بجناب الدكتور ضيفا عزيزا، وأسأل الله دوام التوفيق له. سؤالي سؤال مستفهم إن شاء الله. تفضل. هذه العبارة التي وردت أنه مما جعل المتوكل العباسي لا يستغني عنه في كل القضايا الفقهية، المعروف أن المتوكل العباسي ناصبي شديد العداء لأهل البيت عليهم السلام. أنا مستمع كويس الصوت، يعني في صدى صوت، أنا مستمع كويس. عفوا. أنتم ذكرتم أن المتوكل العباسي لا يستغني عن الإمام العسكري في كل القضايا الفقهية. نعم. مع أن المشهور أن المتوكل ناصبي متشدد، مشهور عند أهل الخلاف بأنه ممن أحيا السنة. نعم. فكيف يتصور هذا الأمر يعني؟ هذا هو الغريب في الموضوع سيدي. هذا هو الغريب في الموضوع، وهذا هو الجلال في شخصية الإمام العسكري. اضطر أعداءه أن يحترموه، وكانوا يعترفون بفضل علمه، ولذلك كان يلجأ إليه في مسائل الفقه والشريعة. كأنه حنبلي طبعا. اللي أنا بقوله ده منقول، أنا ما كنتش معاهم. غريب يعني، هذا الطرح غريب، أنه طبعاً أن المتوكل الناصبي الشديد العداء لأهل البيت عليهم السلام ينكل بالإمام العسكري تنكيل معروف شديد. طبعا عداوة يعني هذه الدعوة لا يستغني عنه في كل القضايا الفقهية. أصلا كل القضايا الفقهية هي عبارة يعني فيها شيء من الإشكال. الأمر الآخر، أن أنتم ذكرتم أن الإمام عليه السلام كان يعني يمهد أو يعني يثقف، كما بعض يعني الباحثين ذكر هذه العبارة، مرجعية الفقهاء العدول. نعم. في حقيقة الأمر يعني قضية هذا المصطلح، مصطلح المرجع، ما كان معروف في ذلك الزمان. في ذلك الزمان هناك رواة أحاديث. نعم. رواة أحاديث ينقلون عن أهل البيت عليهم السلام، وعندما يستفتون يطبقون، يعني كما نحن الآن في قسم الشؤون الدينية نطبق فتوى سماحة السيد على القواقع الجزئية، لا يقال أننا مجتهدون، فليس بمجتهد. المصطلح اللي بنقول عليه الفقهاء العدول طبعا هو مصطلح حديث زي ما حضرتك تفضلت، لكن أنا استشفيته من وصفه. نعم. وتوجيه شيعته لأي نوع من الفقهاء يلجؤون. فقيه وليس بمرجع. هذا المصطلح، مصطلح المرجع، يعني مصطلح واسع له امتيازات كبيرة. أكيد. فقيه وفقيه أصلا يعني يقال عنه مطبق وليس بمستنبط. يعني نحن عندنا في الأصول مصطلحان، اصطلاح أن شخص ما يطبق فتوى فقيه معين أو رواية إمام على حادثة جزئية، ومرة فقيه يستنبط حكم شرعي. استنباط الحكم الشرعي هذا في شغل المجتهد. نعم. والتطبيق هذا شغل العوام، أنه يستلمون الرسائل العملية على أنها فيها كبريات، ومن ثم يطبقون على وقائعهم الجزئية. فعبارة أن الإمام كان يثقف
لمرجعية الفقهاء كأنه أمر يعني فيه ما فيه. نعم يثقف للوكلاء، وكلاء له في زمانه، هذا يمهد به للغيبة الصغرى، ومو بالضرورة أن الوكيل هو فقيه في زمانه ومشهور في الفقهاء، باعتبار أن كان هناك من هو أفقه منهم. الشيخ الكليني كان معاصرا للحسين بن روح وهو أفقه زمانه كان. فهذه القضية قضية أن الإمام يثقف لمرجعية أنا أتوقف فيه، والقضية الأخرى أنه كان المتوكل يلجأ إليه أنا أيضا متوقف، فيريت أنه يعني توضحون الفكرة أكثر حتى نفهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا يعني قضية أن المتوكل يلجأ إليه أو يستعين به في كل القضايا، ليست كل القضايا بالمعنى المفهوم يعني لدينا الآن أن كل القضايا يلجأ، كل قضية يجيبه ويسأله فيها، طبعا لا. المقصود بأنه كان يعني اللي عايز أعبر عنه أن المتوكل رغم ما كان فيه ورغم ما نسمع عنه وما قرأنا عنه وعلاقته بالشيعة وبالأئمة، كان يلجأ إليه في حتى ولو قضيتين اثنين فقط. فلكن لست أبالغ في أن أقول كل القضايا، ولكن لا بد أن نفهم ليست بكل القضايا بالمعنى الدقيق، ولكنه تعبير عن لجوء أكبر أعداء الأئمة إليه في قضايا شرعية. هذا ما أقصده. يعني اسمح لي بالثلاثين ثانية، بس ثلاثين ثانية. من الأمور التي يعني عزت علي جدا وأعجبتني جدا في وصايا الإمام لشيعته وأتباعه بل للأمة الإسلامية كلها، وصية هي الأفضل من وجهة نظري لما قرأت في وصايا الإمام، قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. أول شيء وصى به: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد وصدق الحديث. وصايا وكلمات قوية جدا يعني تأخذ بالقلوب فعلا. يعني والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاسق. أداء الأمانة. ويقول أيضا: وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله. وصاهم وقال: صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله. شهادة لأهل البيت وللأئمة، شهادة منه: فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. أدب في الكلام وأدب جم في الدفاع عن نفسه أو عن الأئمة عموما. فما لنا حق في كتاب الله، لنا حق كأئمة وآل بيت، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات. احفظوا ما وصيتكم به. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للدكتور عادل على ما تفضل به. هناك مداخلة لجناب السيد الدكتور عباس الموسوي، تفضل. شكرا جزيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يبدو أن شيخنا الأستاذ الفاضل الموقر الشيخ علي محال قد لقي من إشارة الباحث الفاضل الدكتور زيارة لقي نصبا حين سمع أن المتوكل كان يتردد على إمامنا عليه السلام. وفي هذه المداخلة كنا أنا والأستاذ الفاضل الدكتور حسن نتداول فيها، فلا بد أن نقول فيها شيئا حتى لا تمر مرور الكرام، ونحن نعضد ما طرحه فضيلة الشيخ الذي نتعلم منه في كل مداخلة. عندما ولي المتوكل خلافة السابق له، أقصد خلافة العباسيين للأمويين، عندما أصبح المتوكل خليفة في هذه السنة التي هي سنة 232 هي نفسها سنة ولادة الإمام العسكري عليه السلام، حتى نعرف الفارق في وعندما أصبح الإمام العسكري إماما يعني في سنة إمامته كان المتوكل قد هلك وشبع موتا ومرت على موته 7 سنين. أما إذا كان المروية تحيل إلى أنه كان يتردد عليه في قبل سنوات إمامته، فلما لا يتردد على الإمام المعصوم في ذلك الوقت وهو إمامنا الهادي عليه السلام؟ يعني حتما القضية فيها إشكال، ولا يحسن السكوت دون أن نقول فيها شيئا. وفق الله الباحث، وفق الله شيخنا الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلطفت علينا بنسائم من سيرة الإمام بهذه المداخلة المختصرة الجميلة، أحسنتم جناب الدكتور.